السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. تمام الحمد لله. هلا ست. حياكم الله بشاشه قناه الطليعه الفضائيه. الله يسلمك. فهمكم على البرنامج؟ لا والله ماكو ما عاد فهمنا. تمام. برنامجنا اسمه 10 في 10. فكرته راح تكون البرنامج انت تعد 10 اسئله الكرار وكرار يعد لك 10 اسئله. يعني شلون ست؟ يعني انت تعد لمحمد 10 اسئله ايه؟ من ضمن اختصاصه ومحمد يعد لك 10 اسئله من ضمن اختصاصك او المجال اللي انت مشهور به. ها تمام. يعني واحد يسال الثاني. واحد يسال. حلو حلو. يعني كل من ضمن مجاله بالضبط. بس كود تكون 10 اسئله بس. تمام. وبعدها بعد ما تكملون وتتناقشون بيناتكم حول الاسئله ننتقل استوديو البيض وايضا انتم راح تكونون مقدمي البرنامج. حلو حلو. احنا راح نكون وياكم انا والمخرج ان شاء الله موجودين بالكواليس. بس انتم اللي راح تقدمون وانتم راح تعدون الاسئله. تمام تمام. ان شاء الله الفكره سهله عليكم. لا لا سهله ان شاء الله. تمام. محمد انا لك القصاصات حتى تكتب الاسئله هو والفايل بوكس والقلم. شباب هسه انتقلنا لاستوديو البيت وانتم وياي موجودين. اي نعم تمام. بعد شويه راح نبلش التصوير. تمام. عديتوا الاسئله. اي انا كملت كل الاسئله. عديت انت 10 اسئله. محمد عديت 10 اسئله. بالضبط. ان شاء الله بعد انتم جاهزين للبرنامج عرفتوا انتم راح تقدمون البرنامج ايضا واحنا ان شاء الله راح نكون وياكم خلف الكواليس. السؤال الأول. أيه؟ من هو أفضل يوتيوبر برأيك؟ من هو أفضل يوتيوبر؟ والله يعني ما أقدر أقول لك يعني ما أقدر أعطيك شخص بس أنا دائما أحب أشوف عندنا يوتيوبر من ميسان عندنا إيه وعندنا يوتيوبر والله هواي بصراحة يعني كلهم أحبهم وكلهم مميزين بصراحة والكل جاي يتطور بالفترة الأخيرة. تمام. اوكي السؤال الاول من هو محمد قاسم؟ انا محمد قاسم. اي منو محمد قاسم؟ غير نعرف منو محمد. يعني مثلا تريد تعريف مثلا من يا ناحيه؟ يعني انه انا محمد قاسم دخلت العالم السوشيال ميديا من سنه 2016. اي دخلت الدخول غير مباشر يعني وما كنت اعرف نفسي انه انا راح اوصل هيك دخلت عن طريق صوره اي نشرت لي انا واختي اي والبيجات نشرتها واخذت عدد تعرف البيجات زين هي هاي الطريقه اللي يعني انت وصلت اللي دخلت بها انا ما كنت يعني مو مفكر انه انا راح اشتهر وراح اسوي هاي السالفه زين اي هيك دخلت زين هسه ايش قد صار عدد متابعينك بالانستغرام؟ حساب القديم 730,000 وتبنت والحساب الجديد حاليا 515. خلال تقريبا خلال 3 اشهر صار لي. هاي كلها يعني 700,000 على مو صوره. دخلت مجال اليوتيوب تقريبا خلال 10 ايام صعدت 151,000 باليوتيوب. ما شاء الله. زين هاي كلها بسبب صوره طبيت فيديو 300,000. بسبب صوره. هاي صورتين ثلاثه فيديو يمكن نطب ملايين. زين سؤال هسه اوكي هسه لازم انطي لحظه سؤال اي انت ناجح لو فاشل؟ انا اعتبر نفسي ناجح. تمام هسه لازم انطي رايي بمحمد قاسم. اي بس يعني لازم انطي رايي الشخصي وراي هواي من المتابعين فلازم انطي رايي ولازم تتحمل يعني ما يصير يجاوب. اوكي محمد قاسم الشخصية اللي مشهورة بالانستغرام بصراحة انا كلش ما احبك. اي عادي استقبل هذا الشيء. اي هذا رايي بالضبط. كلش ما احبك يعني مع احتراماتي لك كلش يعني ما اطيقك. اي هو مو تبع شوف اكو ناس مثلا عن طريق شوفك مثلا انا انشر ستوري او فيديو تشوفني هيك لان شخصيا ما تحبني كشكل يعني وهاي بس اذا تتعمق بي وهاي وتشوف انا تمام لا اذا اتعمق بك اكرهك بالزايد يعني مع احتراماتي لك شرفك. اي يعني انا وجهه نظري وهاي يعني رايي الشخصي. زين اسالك سؤال انت مكروه لو غثيث لازم تختار وحده.
انا اسال سؤال يعني ما يعني ما حكيت نكته. لا 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 صدق اوقف. لا انا على المكروه والغثيث شنو الفرق بيناتهم؟ زين استاذ ليش تضحك؟ مو السؤال مكروه او غثيث شنو الفرق بيناتهم؟ معروف انا السؤال اليك انت لو سالني انت لو سالني اوكي لازم احنا ترشن احس على قبل من نرجع للتصوير لازم نقول نختار مثلا المكروه لان غثيث غثيث بس مكروه يعني مكروه مكروه عادي يعني بس غثيث ما جاوب على هذا السؤال هذا اختار لي يعني سؤال زين خلنا نرجع لازم اقيمه من 10 وعندي اسئله كم استاذ يعني مثلا هو حتى ذا مثلا يعني ما ادري شلون اجاوبك مثلا قلت مكروه لو غثيث اكو واحد ينتقد نفسه مثلا ما ابي شيء قول قول اي انا بالنسبه لي ما اعتبر نفسي لا مكروه ولا غثيث انت ايش تعتبر اختار واحده اختار واحده ما اقدر يعني انا ما اي وحده اي وحده اي وحده على مود نمشيها بالتصوير شو امشيها بالتصوير لا استاذ سبحك انت قلت سالتني هذا السؤال انا ما اعتبر نفسي انت اي يا سؤال سالتني وما جاوبتك اي اي هسه انت من تقول انا ما اعتبر نفسي لا لا مكروه ولا يلا يلا مكروه مكروه نحط استاذ وشنو حطه مكروه مكروه اي نحطه مكروه اللي عاد شو نسوي؟ مو يعني انا ما اجاوبك عليه اوكي اوكي سالني هذا السؤال ما اعتبر نفسي ولا اذا اخليك غثيث فمعناته غثيث غثيث بس مكروه شوي يعني شوي مكروه اوكي هسه لازم اسال محمد قاسم او مو اساله هسه لازم اقيمه من 10 اوكي اكيد 10 تحت الصفر يعني هاي وجهة نظرك يعني هاي حتى راي الناس اللي يعرفونك صراحه انا هواي الناس اللي يعرفوني اي هواي اعرفهم يعني انا شايفهم بالتعليقات يكتبوا لك اذا قيموك يكتبوا لك 10 تحت الصفر هاي وجهة نظرك وجهة نظر الناس اللي ما تعرفني اصلا لا يعني شنو شلون ما يعرفك يقول لك 10 تحت الصفر بس انا اعرفك اقول لك 10 تحت الصفر انا لو ما اعرفك يعني ما اقول لك مكروه وتحت الصفر 10 اقيمك من 10 تحت الصفر مو اعرفك أنا. لا ماكو شيء شنو ماكو شيء هاي وجهة نظرك وجهة نظرك لا وجهة نظرك لا اوكي اوكي هسه لازم انطي نصيحه لمحمد قاسم محمد قاسم يعني انا نصحك نصيحه انه انت لازم اترك الحسابات وهاي حتى صوره مصحح امسحها طشيت من وراها ليش؟ يعني سالفه طاش وجايب جاي استاذ جايبينه وياي وقناه واني جايبين وياي واحد طاش من صوره ماكو هيك انت شلون طشيت؟ مو طشيت من فيديو؟ لا شنو طشيت من فيديو؟ لا 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 شنو؟ لا لا لا, لا انت ما لك حق تسالني ليش؟ ما لك حق تسالني انت سالت وجاوبت ما لك حق تسالني بس انا اسالك اي هسه انت اعطيتني تقييم 10 من صفر اي لا 10 تحت الصفر اي هذا رايي اي كيفك اذا ما تريد تتقبله كيفك وش اسمه وهسه اذا تقول لي ترك الانستا هو اذا اقول لك وجهه نظرك هاي تبقى وجهه نظرك انا لا تقدم ولا تاخر لا انا شكو جايبين هنا استاذ اذا انت جايب من هنا اروح اعتزل ايش تعتزل ايش تعتزل رونالدينيو ايش تعتزل سوي وجهه نظرك انا متقبلها لا حبيبي مو انا من اقول شغله انا متقبلها عندي هسه انا عندي عدي قول انا اقول لك انا ما اقول لك انا محبوب الجماهير لا انا عدي قول 25-30% ناس تكرهني والباقي تحبني لو ما تحبني انا ما اوصل لهي المرحله لا لا هم الباقي انت راهم يكرهونك ها لا دل ما متابعيني اي شيء راح يكون عليك يعني مع احترامات لك يضحكون عليك يعني شو شوف شو شوف صوره يعني الله اكبر صوره من صوره شنو صار واحد يصير مشهور من صوره شنو هذا يعني شاطر على الساعة كل شيء ما عاد رحمة على والديك جايبني ويا هذا رحمة على والديك أسوي السلام يصير تقول عنه هذا لا هذا لأن هو شنو هذا؟ لا احترامه ولا شخصه فعنده اسم شعليه بياني شعليه بياني يردي يبقى هنا يعني أنا أطلع لأن روح اطلع اي لان انا لو شخص مشهور مثلا قدامي مثلا ناس تعرفه بالشارع فشي كان مثلا قدرت اساله اقدر احكي وياه اقدر اساله على المحتوى يعني انت تقول لي انا اكرهك يعني هسه انا لو اصير لك هسه انا لو اصير لك هنا حلو اصير لك هنا ملاك حلو تعال شلونك انت سمى الحلو شاب ومرتب لا بس انا على الاقل يعني انا اصور وهاي يجوز لان حلو يتابعونك هذول ما ادري ايش قد 30% 30% ولا يا يحبك انت استاذ انا والله ما استاذ انا اوكي وياك انا اوكي انت قلت لي هاي السوالف كلها ايه
انت تقول لي هاي الاسئله، انت تكرهني انت. انا بكره انا تقول شو بعد شو تقول لي اكثر من هاي عمار؟ يعني يقول لي تكرهني، انطي رايي يقول لي تكرهني. زين وش قال لي استاذ؟ شو بتعبين وياك؟ ايش قال لي؟ مو قال لي انا اكرهك. شدوس وياك هسه انا؟ شنو شدوس؟ شنو الالفاظ هاي؟ اي والله شدوس. شدوس يعني قاعدين بلقاء وقناه فضائيه يقول لي شدوس. زين انت مو صار لك ساعه تقول لي هذا عنده اي اقول هذا يعني هذا الشخص. اترك السوشيال ميديا احسن لك يعني. وعفو عليك؟ اي طبعا. اي طبعا يعني لازم تبطل يعني. ليش ابطل؟ ليش ابطل؟ هسه انت حالي انا هسه على الانستغرام. هسه قول لي حالي حالك. اي اي انا على الانستغرام. وقف ليش تطلع هسه؟ اطلع احنا على ودك. لا تكمل حبيبي لا تكمل. هسه انت بمجال يوتيوب انا بمجال يوتيوب. لا تكمل استاذ. لا تكمل. احنا على ودك استاذ. فدول قلبك. شنو؟ استاذ عمار والله استاذ عمار انا لو اعرف ايش اصلا ما اجي اصلا ابد فوقها. اي والله ما اجي يعني انت مثلا جاي هنا تطيب هاي اسئلتك مثلا شنو تهيني؟ اذا سويت مسلسل للاشخاص الفاشلون تمام وانطيك البطوله تشارك. شوف شلون يوقف استاذ. يعني اسئلتك ما ادري شلون هي يعني ما حتى ما اعرف يعني اتجاهلك مثلا هسه اطلع ما ادري يعني اذا تطلع والله ما ادري. اي تفضل عاد شنو المشكله انا اكمل اسئله. لا ميسر حاله من حالك واثنينكم ضيوف موجودين ببرنامج. يا هذا جمهور ايش؟ لا تحترم نفسك وما تحكي على الجمهور. يا معوى لان هم الجمهور اللي سووني وسووك. ايش سووك؟ ما تقول لا جمهور ايش ولا شيء. يا معوى ايش سووك؟ ايش سووك؟ عادل امام. عادل امام غير يقعد. ليش عادل امام؟ كل واحد عد انا لو عدي هسه عدي 10 او 20,000 من هذول يحبوني ها احترمهم واحطهم على راسي لان هم هذول هم سووني. استاذ هسه شو اسئله؟ ايش تسالني؟ شوف اسئلتك انت شوفهم. شو اسئله؟ اسئله هذني بشرفك؟ لا بشرفك انت. انت هسه انت مثلا من تقول انا يوتيوبر وناجح وكذا هاي اسئله تسالها؟ شنو؟ وين الوعي الثقافي اللي عندك وين؟ هاي اسئله تنسال ببرنامج؟ شنو؟ انا سالتك جاوبت رايي. عندي مسلسل مال فاشلون تاخذ البطوله؟ شكو بيها؟ يعني ايش اجاوبك عليها؟ يعني مسلسل واحد يحطونه بمسلسل. اي مسلسل؟ واحد يحطونه بمسلسل، ليش ما تشارك بيه؟ اي شكو بيها؟ مال فاشلون؟ والله ما ادري. انطيك البطوله ايش بك محمد؟ يعني انت مسلسل وين لاقي؟ مو احسن ليش ما تاخذ البطوله؟ لا حبيبي الك انا عندي متابعين وعندي قناتي واصور بيها. بس انت وين صفحه انستغرام؟ هسه باشر عقبين مسح. اوكي بس يجاوبني ورا ما اكمل السؤال ويجاوبني يعني بهدوء وفد سؤال. شلون جاوبك هسه اللي يشوفني جاي اتضارب وياك بوكسات؟ تضارب شنو؟ وين احنا؟ بالشارع تضارب كيفك؟ والله لو غيري كان والقناه كان ركبوا الميز براسك. تضرب شنو غيري يضرب؟ شنو تقول غيري وانت قاعد لي هيك شنو غيري؟ اول شيء هذا عنده اسم اوكي؟ منو هذا؟ ها؟ منو؟ محمد قاسم. يلا من محمد قاسم؟ من محمد قاسم؟ عرفك بعيدا عن شخص مشهور محمد قاسم. اي عندي اسم اني. انا ما اعرفك. لا تعرفني. اي يا اخي انا ما اعرفك. اي انا اصلا ما تشرفني ما تشرف تعرفني. ها؟ اي والله. يعني على هاي اسئلتك السخيفه. اني يقول لي ومن انت؟ من انت؟ خلنا اطلع تعال نروح اطلع تعال نطلع برا القناه. لا اطلع انت ويا برا القناه. ليش مو هنا زين؟ ها؟ ليش مو هنا؟ ها شنو هاي استاذ؟ ها هنطلع برا القناه. لا تعال هنا برا. شنو برا القناه؟ شنو هو برا القناه؟ استاذ رحمه على ودك. لا والله شنو برا القناه؟ شنو برا القناه؟ لا شنو برا القناه؟ كاميرا خفيه والله كاميرا خفيه محمد. كاميرا خفيه والله كاميرا. كاميرا خفيه مش كاميرا خفيه. محمد يا كابتن المقلب. استاذ عمار قلت لك يزمني راح يضربني بوكس ادربي. محمد جد ما كنت هادي نفذناك والله هادي كلش. وانا احييك على هذا الهدوء على هاي الثقافه حبيبي. طبعا احنا نحييك على هذا الهدوء والثقافه وكنت كلش متميز بحلقتنا اليوم. برنامج 10 في 10 كان هو مقلب عبر شاشه قناه الطليعه الفضائيه. والاسئله كلها كذب مجرد حتى انرفزك وحتى الضوج. انت شخص محبوب ولطيف وتحياتي لك ولعائلتك والله يحفظكم ان شاء الله. ونورتنا اليوم بالبرنامج. وشنو رايك بفكره البرنامج؟ لا حلوه صراحه كلش حلوه. فاجأت لو كنت متوقع صراحه. والله من طريقة يعني ما ادري بالبدايه انا من اول سؤال مال من قال شلون غثيت لو مكروه ضوجني. يعني لا مو ضوجني ضحكني يعني لان ماكو فرق بيناتهم. بس بعدين اي بعدين دخل هو بالجد. محمد انت شفتكم من انا طبعا اول مره اطلع يعني بكاميرا خفيه طالع برامج. بس من شفت اخذت توكات وبعدين رجعت
افترت عندي السالفه كلها. قال لك صار صدق. محمد انت لك جمهورك ولك محبينك مواقع التواصل الاجتماعي واكيد حتى يعني اكيد شخص محبوب ولطيف. انت كل الناس تحبك. محمد نعرض لو ما نعرض؟ نعرض الحلقه؟ أرضى. ان شاء الله تعيش تاكل غير مقلب. زين الورده وين الورده استاذ عمار؟ ليش ماكو ورده؟ طبعا محمد يستاهل بانه نقدم له ورده لان هو اليوم هو كرار قدروا يرسمون البسمه على شفاه العراقيين. هذه ورده من المخرج عمار الرئيسي. وللعلم المخرج كان مشترك بالمقلب. كلهم يدرون. كلهم حتى اصدقائك حتى جماعتك هم يدرون بالمقلب بس قلنا لهم لا تحجون حتى خافوا تصير تقب العاقه والهاي ما يدخلون يبسطون كرار لان كرار شبع بسط. فهو اساسا قد انتقدنا انا اساسا انا اقول هاي الورده هو لابس قميص ابيض وشيرت اخضر. انطيني فلوس حبيبي 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 تشربت فيك فدوى قلبك والمحبه اللي تجمعكم. نعم مشاهدينا رمضان كريم عليكم ان شاء الله يا رب على الجميع. نلتقيكم في حلقات قادمه ان شاء الله من برنامج الكاميرا الصفيه 10 في 10. انتظرونا في حلقات قادمه مع ضيف اخر أو فنان آخر ومقلب آخر. مع السلامة.